السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب تانية ثانوي في فيديو جديد. في الفيديو ده هنراجع على الوحدات كده سريعا 9 10 11 12. طبعا انتوا عندكم من يونت 9 لحد يونت 13 خمس وحدات. هنشوف احنا بقى نشرح لحد 12، اللي لقيت الوقت حلو وما خدناش وقت طويل هنحل او هنشرح 13. ان خدت وقت بقى يبقى 13 بقى نضمها الفيديو تاني. نبدأ بقى مع بعض دلوقتي بيونت 9. يونت 9 بيتكلم عن الجمل المباشرة والغير مباشرة. نشوف، بيقول لي أول حاجة الجملة الخبرية في الغير مباشر. أول حاجة أو أول ركن الفعل، وطبعا ممكن يكون اسم أو ضمير. بعد كده فعل القول، طبعا معظمكم متعودين إن فعل القول said أو told، تمام؟ فطبعا ده كده غلط، لأن عينيكم كده أصلا خدت على ده ونسيتوا ان في افعال تانية زي promise, complain, explain, warn, admit, threaten، كل دي افعال قول. فتركزوا جدا عشان خلاص انتوا خدتوا على said وtold وممكن في الامتحان يجيب حاجة غير كده. فنقرأ الجملة كويس ونفهمها كويس عشان نقدر نعرف ايه ان دي جملة في المباشر ولا جملة في غير المباشر. طيب كده جبنا الفعل وفعل القول، هل المفعول ده ضروري؟ لا، احيانا بجيب مفعول واحيانا مش بجيب مفعول، وعلى اساسها طبعا بيتغير الفعل. بعد كده الرابط ذاته اللي ممكن يبقى موجود برضو وممكن ما يبقاش موجود، ودي حاجة برضو ممكن تلخبطكم. بعد كده بقيت الجملة عادي بكملها كأنها جملة عادية، لكن طبعا من ناحية ان احنا بنغير الزمن، وهي دي الفكرة بقى اللي هتدور عليها ايه او هيدور عليه الدرس ده. اول حاجة بقى بيتكلم عن فعل القول وتغيير فعل القول، فجايب لي الدايركت المباشر والاندايركت الغير المباشر. فبيقول لي مثلا لو فعل القول اللي هو say او says او said فهيفضلوا زي ما هما، في مشكلة في كده؟ لا. لو الفعل بقى اللي هو say ده في الدايركت اللي هو المباشر متضاف له to، لأ انا هنا بقى هحولها لتل او tells او told، تمام؟ عشان اجيب بعدها المفعول. فما ينفعش اجيب في جملة في الاندايركت في الغير المباشر واقول say to says to said to، خطأ، لازم اقول told. عشان كده انا اقدر برضو من الناحية دي افرق ما بين الجملة اللي في المباشر والجملة اللي في الغير مباشر من الجزئية دي، ان لما الاقي say to لا دي جملة مباشر indirect، دي اسفة جملة direct، انما indirect tell tells told. بيقول لي بقى ايه، ان طبعا لما شخص يتكلم بيبقى فيه علامتين تنصيص دي الجملة المباشرة، خلي بالنا عشان والله كان في اسئلة وكنا بنحلها وكنت بتظبطوا فيها جامد. فهنا في علامتين تنصيص، ده كلام مباشر الكلام الاصلي اللي ما فيش تغيير في الازمنة بتاعته، اللي ازمنة هي هي، تمام؟ فبيعمل ايه بقى في الكلام الاندايركت؟ بيبدأوا كده يحذفوا علامتين التنصيص ويحطوا ذات او ما يحطوش ذات. بيقول لي بقى تالت حاجة تتحول الضمائر حسب المتكلم والمخاطب كما يلي، وانا مش هقعد اقول لكم احفظوها لان هي بتتفهم مش بتتحفظ، يعني مش ما ينفعش اقول اي بيتحول هي او شي وي بتتحول زي او لا، دي بقى تعتمد على فهمكم للجمله عشان انتوا هتحفظوها ما هتتلخبطوا جامد، فانتوا تفهموا الجمله وانتوا هتقدروا تحلوا. كده شفنا فعل القول، شفنا علامات التنصيص اللي شلناها، شفنا الضمائر حسب المتكلم والمخاطب، ودي قلت لكم دي انتوا بنفسكم اللي ايه تحلوها من حسب سياق الجملة. بعد كده بقى الأزمنة، تمام؟ هنجي اصلا بعد كده الأزمنة دي سهلة بس اشرحها دلوقتي. هيجي بقى ظروف المكان والزمان واللي بتتلخبطوا فيهم جدا، بس نشوف الاول كده الأزمنة ونشوفها بسرعة عشان ده احنا لسه بقينا 4 يونيتات. بيقول يتحول المضارع البسيط الى ماضي بسيط، يعني انا بحول الزمن للي اقدم منه سنة، تمام؟ ببساطة. طب الماضي البسيط ماضي تام. بيقول طب مضارع مستمر ماضي مستمر، مضارع تام ماضي تام، مضارع تام مستمر ماضي تام مستمر. هنقرأهم بالانجليزي دلوقتي. يتحول الماضي المستمر الى ماضي تام مستمر، بيقول لي الافعال الناقصة تحول الى الماضي. يعني لما يكون بلاي او بلايز اللي هو كده ده مضارع فحوله بلايد ماضي، بلايد هنا ده ماضي حوله هاد بلايد ماضي تام. طب لو جالي هاد بلايد ماضي تام، لا تفضل زي ما هي، ما هو مفيش اقدم من اما هو ماضي الماضي ماضي تام، يبقى الماضي التام هيقدم اكتر من كده ايه؟ خلاص. am was are playing اللي هو المضارع المستمر هتحول was were playing اللي هو ماضي مستمر، have has played
تمام، اللي هو مضارع تام هتبقى had played ماضي تام، وزي ما قلنا الماضي التام خلاص مش بيتغير. has أو have been playing مضارع تام مستمر، have أو has been playing هتبقى had been playing، والفكرة بقى بتكمل. طب ماضي مستمر، حد فكر اتحول لإيه؟ لماضي تام مستمر. was were playing اللي هو ده، مش احنا قلنا am is are playing تحول was were playing؟ طب لو was were playing تحول had been playing. يعني اذا الماضي المستمر والمضارع التام المستمر الاتنين بيتحولوا لماضي تام مستمر. بعد كده will هتبقى would shall should or would may might can could must had to. ده مش مشكلة، انا عارفة انكم عارفين الازمنة وانكم ما شاء الله مستواكم ممتاز يعني ما شاء الله. نشوف بقى اظرف المكان والزمان واللي بتتلخبطوا فيهم، وارجوكم ما تتلخبطوش عشان انتوا بتعكسوا بالذات في الحاجات دي وهنقولها دلوقتي. ناو دي في الدايركت، تمام. لو انا لقيت كلمة ناو، فاصلا ناو بتدل على ام او از وار اللي هو المضارع المستمر، فهاجي احولها لزن، تمام. this that these those here there، دي حاجات ثابتة كده دي تحفظوهم. يعني مش هقول لكم دي لا حسب سياق، لا دي بتتحفظ. now then this that these those here there. طيب نجي هنا by then هتبقى today، yet هتبقى by then، سوري يا جماعة. طيب نشوف بقى tomorrow ويسترداي اللي هما في الدايركت اللي هما في المباشر. tomorrow هتحول لثلاث حاجات، the next day the following day the day after. وتركزوا في حاجة ان انا بقول اول حاجة the next day the following day، لكن جيب بقى ما قلتش the after day قلت the day after عشان عارفة بتلخبطوا في الترتيب ده، لكن ركزوا معايا. tomorrow قلت the next day يعني اليوم الجاي، the following day the day after. طب yesterday العكس بقى، مش انا قلت في tomorrow the day after، هقول بقى في yesterday the day before وthe previous day وthe last day، ونركز ما نقولش the day previous، نقول the previous day وبعد كده the last day. طيب لما الاقي كلمة كده فيها ago، فago هنبدلها before. طب yet by then. طيب نيجي بعد كده للدايركت اللي هو last week. last week the week before، تمام. زي هنا لما قلنا yesterday the day before قلنا the previous day، هنا قول the previous week. بالذات نفس الحاجة لو قول last month last year، هي الفكرة نفسها يعني. last week نقول the last week. next week بقى نقول the next week أو the following week أو the week after. tonight that night today that day. نبدأ أنا ننتقل بعد كده للصفحة اللي بعدها ونشوف الأمثلة. انا حاسه قعدت 8 دقايق في صفحه، يعني انا بجد بطيئه جدا، بس انا هبدا بقى اسرع عشان ما تزهقوش عشان تخلصوا الفيديو بسرعه، وراكم مذاكره كتير. فهقول بسرعه كده تقى سيت تو جنى، تمام. I will meet you tomorrow. نبدا نحاول كده في الجمله دي على طول، فقلنا say to تحول told، تقى تقى told جنى that، تمام. I will meet you tomorrow. مين اللي قال الاي دي بتعود على مين؟ على تقى. ف تقى told جنى that she would meet her the following day، حولت tomorrow the following day. هي دي نفس الفكره، يعتبرها طبق كل ده على المثال ده بس عشان هلحق اخلص. بيقولي بقى ان الازمنه مش هتتغير في حالات، يعني مش دايما اقول كده ان الازمنه دايما هتتغير، لا في حالات الازمنه فيها مش بتتغير. لا تتغير الازمنه اذا كان فعل الكل في المضارع او المستقبل، تمام. يعني تقى says I don't believe this story، تمام. فإذا says هنا أو لو قلنا مثلا زي say حاجة في المضارع أو حاجة في المستقبل، مش بغير الأزمنة، تمام. هي دي الحاجة اللي مش بغير الأزمنة. هل في حاجة تانية؟ بيقول لك إن الأزمنة مش بتتغير إذا كانت الجملة بتعبر عن حقيقة، ودي عارفينها. جانا said if water freezes it changes into ice. لو المية اتجمدت هي بتتحول لتلج. طب دي حقيقة، دي ازاي نحولها الماضي؟ هل ينفع نحولها الماضي؟ لما المية اتجمدت زمان كانت طبعا هتفضل زي ما هي. تالت حاجة مش بتغير فيها الازمنة لو كانت الجملة قيلت
من لحظتين فاتوا، يعني من لحظتين عدوا، يعني حد عدى قال لي جملة فمشي، فجت تاني بعديه فانا قلت له اللي قاله، فاذا انا مش هغير ازمنه لان لسه قايل لي حالا. طيب، طب انا اعرف منين ان هو لسه قايل الكلام اللي حوالين؟ بلاقي بعض الكلمات التالية: now, just now, a moment ago, a minute ago, a short time ago, recently. طب مش now دي كانت موجودة وكنا بنحاولها؟ لا، now هنا بقى مش هتبقى موجودة في الجملة اللي ما بين علامتين التنصيص، ده هتبقى موجودة هنا قبل علامتين التنصيص، لما مستر احمد سيد just now، مستر احمد سيد now a moment ago, a minute ago, a short time ago, recently. على فكرة ممكن تيجي كلمات غير كده كتير جدا، لكن الفكرة بقى انكم بتفهموها. تمام. رابع حاجة مش بتغير الأزمنة مع بعض التغييرات مثل would like, would rather, have better, should, would, could, might. يعني أحمد said I would rather work، طبعا كده هنزلها زي ما هي. أحمد said that he would rather work. تمام. خمسة بيقولي بقى ان في حالة وجود if هيتغير الزمن في الحالة الاولى فقط. طب لو في الحالة التانية والتالتة؟ لا، مش هغير زمن. يعني انت رايح دماغك كده لقيت if حالة تانية حالة تالتة مش هتغير زمن بقى، ومتتعبش دماغك. انما لو جيت هنا بقى ولقيت حالة اولى، لا غير وبدأ. طب هنغير ازاي؟ طب هرجعها ازاي؟ هتشوف معايا في المثال ده. he said if you don't get into hospital you won't get well. فانا اقول كده he said، مش شرط اقول ذات، اقول هي سيد اف. طب هل ينفع اليو؟ لا، هعيد على هي، يبقى هي سيد اف. فطبعا هو بيقول يو، فيو يعني بيكلمني انا، هي سيد اف يو يبقى اف اي. فنركز الحته دي، محدش يحولها اف هي عشان بشوفها كتير والله، او كده. فهي سيد اف اي didn't get into hospital I won't، حولتها ل wouldn't get well. سادس حاجة في حالة وجود wish و if only للتعبير عن التمني والندم. he said I wish traveled abroad، يا ريتني ما كنت، أو أنا أتمنى إن أنا كنت أسافر. أنا بقول إيه أصلا؟ يبقى he said that he wished he traveled abroad. آخر حاجة معانا used to. لما تشوف used to أعرف إن إحنا مش بنغيرها. safe said to Jenna، طبعا هقول safe told Jenna I used to cry much when I was young. يبقى ذات he used to cry much. غيرنا حاجة؟ لا، ما غيرناش حاجة غير بس الضماير او الافعال، اللي هو غيرنا بس I، وغيرنا هنا I حولناهم ان هما يعودوا على safe اللي هما الضمائر. جايب لك بقى الافعال اللي بتدل بقى على التمني، الاتهام، الاقتراح، الوعد، الانكار، الاعتذار. ممكن تحط كده كلمة مفتاحية قدام كل حاجة. تمام. تمني wish، الاتهام accuse، الاقتراح suggest او recommend، الوعد promise، الانكار deny، الاعتذار apologize. تمام. فدي نفس الفكرة. بيقول بقى اذا كانت كلمة yes تحذف ويتحول فعل القول الى gray او اي فعل يدل على الموافقة. He said to me, yes, I will go with you. يبقى he told me that أو to go أو he agreed to go with me. تمام؟ ممكن بقى نقول إيه؟ he told me that he will go with me. لكن عشان أنا عايز أقول yes إن ده علامة إن أنا كنت سأله سؤال، فنقول he agreed to go with me. هو وافق. إذا بدأت الجملة داخل أقواس ب في الافتراضية النصيحة تحول كالآتي. He said if I were you I would study hard. يعني لو انا كنت مكانك كنت اذاكر بجد. طب لما انا اجي المكان الحوار ده، حد قال لي الحوار ده، فانا عايزه اقوله لحد تاني، هل اقعد اقول ايه؟ هو قال لي لو انا كنت مكانك. فالاسهل ان هو اقول ايه؟ هو نصحني ان انا اذاكر بجد. He advised me to study hard. سهله جدا يعني فكره، بس احنا بنصطدم علينا شويه. ما تقعدوش بس تحفظوا وتجيبوا كده ورقه وقلم وتقعدوا تكتبوا القواعد ورا بعضها، ارجوكم ما تعملوش كده. بيقولي بقى تحول must الى had to في الماضي، ودي شفناها فوق. he said I must study hard. تمام. يبقى تبقى he said that he had to study hard. نفس الفكرة بقى، بيقولي ايه؟ تحول must الى would have to في المستقبل. لا تتحول must اذا كانت تدل على وجوب دائم، يعني مثلا obey their parents، يطيع والديه، او ان هو يصلي، دي حاجة تدل على وجوب دائم. تحول must اذا كانت تدل على استنتاج الى must have will be. he said to me Ali must be ill. يبقى he told me that Ali must have been ill.
دي نفس الفكرة اللي قلناها تمام في الشرح فوق، ما ينفعش حاجة جديدة مجرد بيراجع. جايب لك بقى between lines الحاجات الصعبة نقولها على طول عشان ندخل في الجرامر اللي بعده. عارفة انكم زهقتوا. بعض افعال القول لابد ان ياتي بعدها اسم او ضمير اللي هو مخاطب، مثل told, pursued, convinced, warned, remind. تمام، دي حاجات اللي بيجي بعدها فعل كل. طب ايه الحاجات اللي مش بيجي بعدها اسم وضمير؟ عشان ممكن تكون الحاجات دي جت على دماغكم فوق، يبقى set, admit, report, answer, explain, complain, reply. تالت حاجة بيقول لي ان يمكن استخدام بعض الافعال في الغير مباشر، complained, promised, admitted, explained, agreed. نبدأ بقى نشوف grammar unit 10، ودخلنا كده في الجرامر بتاع الوحدة 10 او الوحدة التانية. فطبعا بيبدأ لك بالماضي التام وبيجيب لك تكوينه، تمام، had والبيبي، نفي hadn't والبيبي، had والفعل والبيبي، مبني المجهول مفعوله had been والبيبي. أظن الحاجات دي مش صعبة عليكم خالص، حاجات أساسية. جايب بقى الكلمات الدالة والاستخدامات على طول كده، نقولهم كده وننقنق فيهم. أول كلمة دالة هي after، تمام. طب أنا عايزة أقول على حاجة، في كتير بقى بيقعد يحفظ ولاه افتر بعديها ماضي تام، بعديها في الجمله الثانيه تبقى ماضي، فاللي لازق في افتر يبقى ماضي تام. ارجوكم يا ما تعملوش الحركه دي. لازم تعرفوا حاجه بسيطه خالص، ان الماضي التام هو ماضي الماضي. بس هي دي الفكره اللي لازم تكون في دماغكم، الماضي التام هو ماضي الماضي او هو الحدث الاقدم. فلما اقول افتر يعني بعد، يعني ما اقول ايه؟ بعد ما قرا الروايه هو، او اسفه، بعد ما كتب الروايه هو نشرها. يبقى ايه الحدث الاقدم اللي كتب؟ يبقى بعد ما كتب رواية ونشرها. خدوها بالفهم، ما تاخدوهاش بانكم حافظين ان بعد افتر ماضي تام. الطريقة دي خطأ تماما وهتنسوها بعد كده. ففكروا بالطريقة اللي خلي قاعدة معاكم تستمر. as soon as نفس افتر، لان هي معناها بمجرد، لكن الفرق ان هي السرعة. يعني مثلا ايه؟ هو بيقول ايه؟ هو مجرد ما اكل الوجبة وشرب التي. يعني مثلا ممكن ما يبقى في فاصل كبير ما بين كتابة الرواية وما بين نشرها، قعد مثلا اسبوعين، لكن مثلا اكل بقى الوجبة دي وشرب الشاي ما خدش حاجة، يعني ما خدش ثواني. هو ده الفرق ما بين افتر واز سون از اللي كان بيسألني عن الفرق. بالنسبة بقى لبيكوز واز والسنس، نفس الفكرة. بيقول ايه؟ I didn't swim because I had forgotten my swimming suit. Sweet. She didn't buy anything at the shop had been closed. يبقى because برضو بعديها او بعد as بعديها الحدث الاقدم، تمام، السبب اللي خلى بعد كده نتيجة. before وby the time نفس عكس بقى after اللي هو قبل. وبرضو بنحلها ازاي؟ بنحلها زي الطريقة اللي قلت لكم عليها، بالفهم، تمام، ان انا عارفة ان الماضي التام هو ماضي الماضي وهو الحدث الاقدم. بس عندما when دي بقى ماشية مع كله، يعني تقدر تجيب معاك كذا صيغة، فمش هقدر اقول لكم بقى. فممكن اشوف في بعد كده هبقى اوريكم كده مبسط لوين، تمام، اوريكم الازمنة اللي بتيجي بعدها، مليون زمن بيجي بعدها عادي خالص. حتى ليه until وtell. بيقولي بقى he didn't park his car until he had found a place، تمام، هو ما ركنش عربيته لحد ما لقى مكان. يبقى هو لقى مكان الاول بعد كده ركن عربيته. بس خلي بالنا ان انا خليت الاولاني منفي. هل معنى ان الاولاني منفي ان هو ما حصلش؟ لا، حصل، تمام. فنركز في الحته دي كويس جدا. بعد كده بقى هيجوا اشهر ثلاثه معانا، not sooner than scarcely when hardly when. نبدأ نقرأ كده الأمثلة بتاعتهم بسرعة. They had no sooner finished painting our new house than we moved into it. No sooner had they finished painting our new house than we moved into it. لاحظتوا هنا than، وساعات كده بيعمل عمل وين كده ويكتب لك than. فلا، انت عارفة no sooner than، scarcely when، hardly when. نفس الفكرة مع اللي تحت. بالنسبة بقى لاستخدامات الماضي التام، بيقولي بقى يستخدم في ترتيب الأحداث فيكون الحدث الأول ماضي تام، زي ما قلت لكم هو الحدث الأقدم، للتعبير عن حدث تم قبل وقت معين في الماضي. طيب زي بيقولي I had done my work by the time I went out. أنا عملت كل الشغل بتاعي قبل ما أخرج.
بيقول لي يستخدم الماضي التام مع already just never yet، يعني دي حاجات خاصة بالماضي التام. من الآخر يستخدم التعبيرات الآتية في حالة وجود كلمة بتدل على الماضي، اللي هو I wish I'd rather it's time، وبعد كده الفعل والماضي التام وكلمة في الماضي. بيقول ايه I wish to a had studied well last year. هل هي ذاكرت بجد؟ لا، هي ما ذاكرتش بجد. هو كان بيعمل ان هي كانت تذاكر بجد لكن هي ما ذاكرتش. I would rather he had come yesterday. نفس الفكرة. بيقول لك بقى الخلاصة، انا عارفة ان انا القواعد المفروض اشرحها باختصار، بس انا حابة يعني عشان لو حد واقف قدامي حاجة او كده، او الاسئلة اللي كنتوا بتسألوها فجاوبها، فمعلش يعني لو بتأخر. تمام، فبحاول افصل اكتر، يعني مش بحب اشرح بسرعة او اقول المعلومة على طول، فبحب اتعمق فيها شوية، فمعلش يعني. عندي بقى افتر بعديها ماضي تام، ولو مفيش فعل فيرب يعني شيء، قلت لكم بكره الطريقة دي، راح الكتاب عملها مش مهم. و before ماضي بسيط وبعد كده ماضي تام، وعلى فكرة ممكن ماضي بسيط يوم ناقل قبل افتر فانتوا تتلخبطوا. بيقولي until ماضي بسيط بيبقى غالبا منفي، مش دايما منفي، وبعدها ماضي تام it was only when ماضي تام، بعدها ذات وماضي بسيط it wasn't until ماضي تام ذات ماضي بسيط. وندخل بقى في الزمن التاني وهو الماضي التام المستمر. طب مش نعرف لو الفرق ما بين الماضي التام والماضي التام المستمر. الماضي التام زي ما قلت لكم حاجة او حدث اقدم، نفس الفكرة. الماضي التام المستمر هو حدث اقدم ولكن كان مستمر لفترة معينة. فانا رحت جايبه بكده، ده طبعا تكوينه، بصوا عليه بصة كده. فانا طبعا كده جبت كلمات دالة اللي تدللي ان هو طبعا هو اول حاجة انا عارفة ان هو الحدث الاقدم، خلاص دي حاجة في دماغي، لكن كان مستمر. طب ايه الكلمات بقى، التلات كلمات دول اللي يدلولي ان هو كان مستمر؟ all for since. طيب نشوف all. after he had been studying all day he slept. يعني تخيلوا all دي لو ما كانتش موجودة ما كنتش عارف ان الحدث الاقدم ده كان فيه استمرارية، فكنت اقول had studied على طول، فكانت دي الفكرة. for لمدة، فمثلا when we visited my cousins in Canada، لما زورنا قريبنا في كندا، they had been living there for 6 months، هما كانوا عايشين هناك لمدة 6 شهور. يبقى احنا رحنا لهم هما كانوا عايشين already هناك من 6 شهور. since نفس الفكرة، he was covered in paint، he had been painting the room since we left. الاستخدامات نفس اللي قلتها لكم، حالات لا يمكننا استخدام الماضي التام والمستمر ونستخدم الماضي التام فقط. حالات لا يمكننا استخدام الماضي التام والمستمر ونستخدم الماضي التام. الحالات دي هي الحالات اللي ما ينفعش نستخدم فيها المضارع التام او المضارع المستمر عادي، وينفع نستخدم المضارع البسيط. يعني من الاخر حاجات ما تنفعش معاها الاستمرارية اساسا. هناك افعال لا تستخدم في الازمنة المستمرة عموما، وهي افعال الشعور والحواس والملكية والمعرفة. تمام، يعني know believe oh want understand wish like dislike love hate prefer enjoy realize. طيب يعني انا هقعد احفظ ده كله؟ لا، ما تقعدش تحفظ ده كله. انت تفهمها ان حدث ما ينفعش يكون مستمر. يعني هقول لك ايه، اجيب لك مثال. مثلا لما اقول حد مثلا dislike او حد dislike على الفيديو، هل هو يفضل يقعد يدوس dislike مدة معينة وحدث هيفضل مستمر كتير؟ لا، هو يدوس dislike دوسة وخلاص في اقل من ثانية. ولو حد dislike نفس الفكرة. تمام، انما ليا بقى حاجات الشعور و love و hate. طب ما حد يقولي طب ما هو الانسان بيفضل يحب وبيفضل يكره. لا، ده بيبقى حدث كده بيبقى شعور، فالمشاعر بتبقى موجودة يعني. تمام، فما ينفعش معاها استمرارية. أرجوكم ركزوا معايا. تاني حاجة، لو يستخدم الماضي التام المستمر مع الأفعال التي لا تستغرق عددا فترة طويلة في حدوثها، نفس الفكرة اللي قلتها لكم like و dislike. تمام، break down stop close. بل لما اقولك افتح الباب مش هتفضلي سنتين، يعني مش بسلو موشن، هو انت هتقفله على طول او تفتحه على طول. finish، انت خلصت الامتحان. هل انك بتقعد تنهي الامتحان فترة طويلة جدا؟ بصراحة ساعات بتحصل لما السيستم يقف معاكم، بس مش مهم يعني.
مش مهم. ثلاثة، إذا ذكرنا مرات حدوث الفعل لا يقصد الماضي التام المستمر، نستخدم إيه؟ وعندي بقى، وحقيقة أصلا مش مكمل الجملة، تمام، بس بيقول لي لا، ما ينفعش استخدم ماضي تام مستمر لو انا ذكرت مرات حدوث الفعل. يعني انا شربت 3 كوبايات قهوة، ما ينفعش اقول ان انا كنت ما ينفعش استخدم مع الاستمرارية اصلا، سواء كان استمرارية مضارع او استمرارية ماضي. هي دي الفكرة كنت عايزة اقولها. ادي وين، وادي تركيبتها، بصوا عليها عشان خلاص هي واضحة زي الشمس، ما فيهاش حاجة صعبة أصلا. وين في الآخر بقى يقولك between lines، الحاجات اللي بتبقى فيها مبهمة شوية، لكن هي مش صعبة ولا حاجة، فأقولها لكم على طول. و عارفة وصلنا دلوقتي 25 دقيقة، بس أنا هقول لكم على حاجة دلوقتي. 9، أدي كده شرحنا يونت 9 ويونت 10، هكمل لكم يونت 10 لسه باقي شوية في الجرامر. انا لو عليا عادي انا هكمل كل، لو انتوا عايزين اقعد 5 ساعات هقعد، بس انتوا عشان الفيديو ما يبقاش طويل هكمل بقى في الفيديو اللي بعديه، هكمل 11 و12، ولو في وقت هكمل 13. او انا بس غلطتي اني بقعد اشرح بتفصيل شوية، بس عشان انا كنت شرحهم قبل كده، لكن انا لو كنت شرحهم قبل كده كنت شرحت ببساطة، تمام، لكن عشان كنت شرحهم قبل كده فبحاول افصل شوية. شوف بقى ال between lines، الحاجات اللي بتبقى صعبة شوية. طبعا دول after before will while until since، في حالة عدم وجود فعل ف verb ing دي حاجة معروفة ليكم. having وال pp، having وال been وال pp في حالة ال passive. having done his homework he watched TV. لاحظ تلك الروابط after that طبعا هي بتساوي before، انما before that بتساوي after. أعطاني no sooner hardly scarcely no sooner than hardly when scarcely when، وطبعا في النص هاد والفعل والبيبي كان صيغة سؤال، وبعد الزين أو الوين أو الوين ماضي بسيط. لاحظ استخدام because في الأمثلة الآتية، تمام، بعدها اللي هو بيجي بعدها أصلا ماضي تام أو ساعات ماضي مستمر، وساعات ماضي تام مستمر يعني ممكن يجي وراها أكتر من حاجة. وعطاني استخدام ان، ده بقى الحاجة دي عارفين انا كنت مستنيها من الصبح. ده بقى انتوا اقول لكم ايه، اقول لكم بصوا اكتبوه على ايديكم، يعني اكتبوا في ورقة بجد عشان مهمين جدا. ان سنة ماضية يبقى ماضي بسيط. طب ان سنة مستقبلية، مستقبل بسيط. طب باي سنة ماضية، ماضي تام. طب باي سنة مستقبلية، مستقبل تام. طب انتل سنة ماضية، ماضي تام. ماضي تام. since سنة ماضية مضارع تام. أرجوكم اكتبوا الجدول ده، ولو عايزين تكتبوه بالأمثلة اكتبوه، لكن هو أقول ايه، أقول هام جدا، very important، تمام، ما تنسوش. نشوف بقى بيقول ايه، لابد من مراعاة تسلسل الأزمنة. هو كده بيحكي مثلا قصة I went home and discovered that the safe had stolen my money. انا روحت البيت واكتشفت ان الحرامي خلاص سرق. يبقى انا بشوف الفعل الاقدم، الفعل الاقدم لما الحرامي سرق. لاحظ ان السرقة اول حدث في الجملة لذا يوضع في الماضي التام. انا ما بدورش بقى ترتيبه هو في اول الجملة ولا في اخر الجملة، انا بشوف ترتيبه من ناحية الزمن. يمكن القول ان غالبا ما يكون الحدث بعد الافعال التالية في زمن الماضي التام، لو discovered realized remembered found out، تمام. يعني هو مثلا مال انا او هو اكتشف ان الحرامي سرق محفظته، فده كان فعل اقدم، هو اكتشف حاجة كانت موجودة. يعني مثلا لما اقول هو اكتشف مين بنى الفراعنة، مين بنى الاهرامات، تمام، فاقول discovered بعد كده اجيب ماضي تام، he discovered. طبعا بيقول لي ايه، ذكرنا مرات حدوث الفعل مش هيجيب ماضي تام مستمر ولا هيجيب اي حاجة مستمرة. وعطاني بقى until وتل واشكال الماضي البسيط. عطاني بعدها الفعل والهاد والبيبي، وقبلها قلنا ممكن ماضي بسيط او ماضي بسيط منفي، او جايب wasn't او weren't واسمه صفة وظرف. wasn't weren't والبيبي اللي هو في الباسيف المجهول، wouldn't والانفينيتيف، ونو وان ده التصريف التاني للفعل زي هو. No one left the office until they had finished all tasks. حتى اصلا no one بتدي معنى النفي، يعني لما اقول ايه لا يوجد احد دخل المكتب، نفس الفكرة.
اخر بقى حاجتين هقولهم عشان نختم الفيديو، وان شاء الله هقول لكم هنعمل ايه. بس لكن لما اخلص الكلمتين دول، بيقول استخدم الروابط الزمنيه مع المستقبل after before when as soon as، وبعدها بيقول لي مضارع بسيط او مضارع تام وبعدها مستقبل بسيط. تمام، نلاحظ مضارع تام مش ماضي تام، عشان من كتر ما بيذكر ماضي تام هتلخبطه. want والمصدر until بعدها مضارع بسيط او تام، او didn't والمصدر و until والماضي تام. كنت عايزه بقى اقول حاجه، ايه هي؟ ان شاء الله كده الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هنكمل بقى بقيه الجرامر بتاع اليونتات، تمام، وهنحل اختبارات الكترونيه، وهقول لكم طريقه ازاي تكتب مقاله من الاخر بقى ان شاء الله. ممكن بتاع كتابه المقال الاسي ده ممكن ان شاء الله يبقى بكره، عشان هوضح فيه حاجات مهمه جدا، واهمها اصلا ازاي تحول من عربي لانجليزي، لان اغلبكم بيلاقي مشكله في كتابه الاسي مش في الانجليزي. يعني ما شاء الله ما انتوا بتحلوا الترجمه وبسم الله ما شاء الله بتحلوها صح، لكن مشكلتكم بضعف انكم ازاي تجيبوا افكار بالعربي، وانكم لما بتبداوا كتابه بالانجليزي معلش بس بيبقى عك، يعني بتجيبوا بقى من اول على الاخر على بتاع. وافكار بالانجليزي انكم تكونوا افكار بالانجليزي اصعب مليون مره من انكم تكونوا افكار بالعربي. فانا هقول لكم ان شاء الله في الفيديو بتاع المقال ازاي تكتبوا مقال صح ومنظم، ويبقى كل فقره بتتكلم عن فكره معينه، وان شاء الله في الفيديو كل ده في الفيديو الجاي. وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وربنا يوفقكم.